نسأل فضيلتكم شيخ صالح عن كتاب فقه السنة، وهل جميع الأحكام الفقهية فيه صحيحة؟ كتاب فقه السنة كتاب عصري جمع فيه مؤلفه من أقوال الفقهاء ومن الأدلة من كتاب السنة الشيء الكثير، ولا يخلو من نظر في الأحكام التي ذكرها فيه. قد يكون فيها ما هو خطأ أو فتاوى فيها نظر، فتاوى عصرية بالذات فيها نظر، كذلك فيها حديث محل نظر أيضا في ثبوتها. قد تعقب الشيخ الألباني في كتاب سماه منح المنة، تمام المنة أو تمام المنة، في تخريج حديث كتاب السنة أو ما فقه السنة، في تخريج حديث فقه السنة أو ما هو قريب من هذا الاسم. والكتاب موجود، تعقب فيها حديث كثيرة بين ما فيها من المقال. الحاصل أنه كتاب في الجملة لا بأس به، ولكن لا يخلو من نظر في الأحكام التي ذكرها أو في الفتاوى العصرية التي ضمنها إياه، وكذلك في الأحاديث التي ساقها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.